في المحطه اللي انا بعتز بيها وهي محطه نادي الصيد يا احمد، زي محطات النادي الاهلي كده. انا قعدت هنا 7 سنين واخد بالك في نادي الصيد كرئيس قطاع الناشئين، وكان ليا الشرف ان انا اكون واحد من ضمن مؤسسي هذه الدوره اللي هي الدوره 15. وعايز اذكر طبعا رؤساء النادي المحترمين اللي مروا خلال ال 15 سنه اللي فاتوا، وعلى راسهم حسين صبور، واخرهم طبعا الكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد الحالي. بطوله نادي الصيد دي بطوله قديمه، دي البطوله رقم 15، لكن الجديد السنه دي هي الشراكه اللي تمت ما بين زاد ونادي الصيد. زاد نادي تم انشاء الشركه مستهدفه الناشئين وقطاع الناشئين، لينا رؤيه فيها وان احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نطلع اجيال ناشئين من الكره المصريه، نبني من تحت ونطلع بيهم. فكانت الشراكه الحقيقه مفيده، ابتدينا نطور في البطوله. مصر النهارده هي ايقونه التنظيم في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فكان اول هدف لينا ان احنا نقدر نعيش الناشئين والبراعم نفس الاجواء اللي الفرق الاولى بتعيشه، لان هو يبتدي يتعود عليه من هو صغير، يقدر يعمل احتكاك كويس، يقدر يبقى واخد يعني ايه تغطيه اعلاميه، يعني ايه حكام درجه اولى بيحكموا له، يعني ايه في لوائح بتطبق عليه مظبوط، يعني ايه مدربين والتزام. فنقدر نبتدي في النشء والبراعم يطلعوا على الستاندرد اللي احنا بنتمناه للكره المصريه. طبعا النهارده حدث كبير، النهارده دي الدوره رقم 15، السنه ال 15 اللي بنعمل فيها البطوله دي. بس طبعا البطوله دي يعني الحقيقه السنه دي مختلفه شويه، لان احنا معانا شريك زي شركه زد مشاركه معانا كرائع من ودراعي كبير يعني. فبدون شك هذه الشراكه عملت كمان بدون شك صدى كويس جدا للبطوله، وزائد كمان ان شركه زاد الحقيقه بامكانياتها رصدت مكافئات كبيره جدا لهذه البطوله، برضو بنشكرهم عليها. بشكر طبعا المهندس نجيب سويرس طبعا ان هو صاحب شركه زاد على هذا الفكر، والاستاذ هيثم عبد العظيم المدير التنفيذي لشركه اورا، والاستاذ احمد دياب العضو المنتدب لشركه زاد للاستثمار الرياضي. بشكرهم على هذه الفكره الجميله وسعيد جدا بشراكتهم، ولكن لازم برضه نعرف ان هم ما جوش يشاركوا، ده بيشاركوا يعني من اكبر انديه مصر، نادي كبير له امكانياته له قوته تاريخه. فبدون شك برضه يعني ده يعني هم عارفين قيمه نادي الصيد. والله طبعا اكيد سعداء ان احنا بنشارك في حاجه زي كده. نتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله ان نكون مساهمين في حاجه تساعد وتساهم ان احنا يبقى عندنا جيل قوي، عندنا نرجع تاني نبقى متسيدين تاني للقاره الافريقيه، وده هينعكس على المنتخبات والانديه في نفس الوقت. فشيء جيد وشيء مهم جدا 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 ان احنا نيجي وندي دعم للولاد الصغيرين ويشوفوا نجوم الكبار اللي حققوا نجاحات وحققوا انجازات، هم بيدعموهم هم واقفين جنبهم. لان انا شايف ان اي مكان انت عايز تنجح منه لازم تبدا من تحت، وانا شايف ان ده شيء جيد وهدف مهم انك انت. انا شايف ان في بيعملوا فريق اسمه فريق الحلم، وانا اعتقد ان ده هيكون في 2030 ان انت يبقى عندك قاعده كبيره جدا جدا من الولاد الصغيرين اللي هم 2007 دلوقتي، احنا بنتكلم في حوالي 13 سنه يعني كمان 10 سنين، يعني بنتكلم معدل اعمار 23 سنه او 21 22. وانا شايف اني قبل كده منتخبات كتير عملت ده، المانيا عمل ده، بلجيكا عمل ده، هولندا في وقت من الاوقات كمان هي عملت ده. فانا شايف اني كويس ان احنا بدانا نفكر ان احنا نبدا نهتم بالقاعده ان هي قاعده الناشئين من تحت، وانا اعتقد ان ده شيء جيد وشيء ايجابي، وان شاء الله يكون مردوده مستقبليا بشكل كبير على الكره المصريه وعلى الرياضه المصريه. لان يمكن انا بقول دايما ان حتى اغلب النجاحات والانجازات اللي احنا حققناها هي كانت بالصدفه، ما كانتش بترتيب او تجهيز او 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 اعداد لبلان طويل او كده. فانا شايف ان ده في حد ذاته انا اعتقد ان شاء الله يعني السمار دي ان شاء الله كمان مش دلوقتي بس ان شاء الله هنجنيها مستقبليا باذن الله ان شاء الله. دايما الولاد الصغيرين هم بيسعوا ان هم يشوفوا الكبار، فالجديد في البطوله نادي الصيد وزاد شراكه ان انت شايف في نجوم كبار جدا هم اللي بيبصوا على الولاد الصغيرين. طبعا ده محظوظين ودي فرصه وربنا يكرم ان هم على المستوى الفني وحتى كمستوى الشخصي ان يبقى لعيب مش فنيا بس كويس شخصيه، يبقى عنده شخصيه وهي دي اللي بتقدر ان هي تساعده على تحقيق النجاح. ان شاء الله تبقى بطوله قويه جدا، وفي الاخر
الهدف ان هي الكره المصريه، ان يبقى في حاجه فريق امل، ده ان شاء الله يمثل الكره المصريه باذن الله. والله احنا يعني موسم بالنسبه لنا موسم كان جيد بالنسبه لجميع الاعمار السنيه، واحنا كاكاديميه مشتركين بفرقتين 2009 2010، وحبينا ان احنا السنه دي كان تشارك من الاكاديميه، ده يعني اضافه لشغل الاكاديميه. السنه دي عملنا يعني الحمد لله تطوير كتير قوي في شغل الاكاديميه، شاركنا في بطوله المنطقه وبعدين بنشارك في الدورات، فده شغل اضافه بالنسبه لنا السنه دي، واول مره تحصل السنه دي ان احنا نشارك في البطوله دي. قطاع ناشئين بيشارك يعني من فتره، وقسمنا الشغل بيننا السنه دي، هو شارك بفرقتين واحنا شاركنا بفرقتين. طبعا بطوله مهمه جدا، واحنا بنحاول ان احنا نبقى متواجدين مع كل الايفنتات اللي بتتنظم جوه مصر بشكل محترم وبشكل قوي، ونتمنى يا رب ان احنا دايما يبقى في ايفنتات دايما بشكل كويس، تدي للولاد فرصه، تتيح للولاد فرصه ان هم يشاركوا بشكل كويس في بطولات كتير. البطوله المره دي الحقيقه فيها احترافية، يعني معمولة بطريقة احترافية، لأنه الإمكانيات بتاعت زد مع إمكانيات نادي الصيد، وجود محسن الكابتن محسن الطنطاوي رئيس مجلس إدارة، والإدارة بتاعت زد الحقيقة موفرة كل والدعم وإمكانيات كبيرة جدا معمولة، وبان الكلام ده من اختيارهم للجان، بان الكلام ده من القرعة، بان الكلام ده من النهاردة الحفلة بتاعت الافتتاح. الحقيقة إمكانيات كبيرة جدا، اللجان كلها على مستوى عالي جدا، مختارين أندية برضو بصورة كبيرة جدا، لما النهاردة يبقى مشترك حوالي 40 نادي، معظم أندية الدوري الممتاز مشتركة، معظم أندية الدوري الدرجة الثانية الممتاز برضو مشتركة، في أكاديميات على مستوى عالي كبيرة مشتركة، كل ده هيطلع لنا نتاج الأعمار السنية دي أحسن لعيبة موجودة تقريبا فيهم، يعني هتقدر تختار مجموعة لعيبة ناشئين على مستوى عالي. عمر النادي الأهلي ما بيتأخر عن أي حاجة فعلا بجد، يعني خلي بالك أنت بيقابلك صعوبات كتير قوي في أي بطولة ودية، بيبقى فيها أنت عارف حماس ومشاكل وخناقات على المراكز الأولى دايما، لأن النادي الأهلي دايما هو والزمالك اللي بيتنافسوا بيوصلوا للفاينل، فبيحصل مشاكل في الاخر، لكن دايما عمرنا ما بنتاخر على حد، عمرنا ما حتى لو اتظلمنا عمرنا ما بنتاخر على حد، دايما متواجدين في نادي الصيد من اول بطوله لغايه لما ربنا يدينا طول العمر هنبقى موجودين، لان هو ده النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي مش صغير، اسم النادي الاهلي كبير جدا، فدايما مشاركين، دايما عندنا تحديات، دايما بنعلم الاولاد يعني ايه بطوله من انت صغير. كابتن خالد بيبو طبعا بيسلم عادي. فعشان كده دايما عندك تحديات، دايما متواجد، فاحنا الحمد لله بصفة ان انا موجود كنائب رئيس قطاع الناشئين دايما ببقى عندي امل، وطبعا من خلال كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، ان احنا دايما نبقى موجودين لما بيتعرض علينا اي بطولة، دايما بناخد اراء بعض ودايما بنتشاور ان احنا لازم يا كابتن نبقى موجودين، لازم يبقى لنا دور، لان النادي الاهلي اسم كبير مش اسم صغير، الناس كلها بتتعلم من النادي الاهلي، فعشان كده الحمد لله احنا موجودين. بطولة كبيرة السنة دي، بطولة فيها تحديات كبيرة، ان شاء الله النادي الاهلي يبقى موجود فيها بكل التحديات، بس هي بطوله وديه يعني بشكل ودي مش رسمي، عشان نعرف الناس دي كبيره صغيره، احنا دايما بنشارك بفرقنا الاساسيه، فاتمنى ان يبقى فعلا التحديات تبقى موجوده وكل الناس اللي مشاركه تبقى بسنها المظبوط، هو ده اللي احنا نأمله عشان تطلع بنجاح وتطلع بشكل مشرف ان شاء الله. اهتمام بالبراعم مهم جدا، وبقت حاجه كويسه في مصر دلوقتي ان انت تتكلم عن البراعم وتاخد بالك من البراعم وتهتم بيهم وتعمل لهم حدث كبير زي ده. فانا شايف ان شاء الله الجيل الجاي والقادم في مصر هيكون يعني هيكون احسن مننا بكتير، لان فيه اهتمام من الناشئين وبالبراعم، ده حاجه كويسه جدا.